طب يعني ما هو بصراحة. ده هيخليني اسال يعني، حضرتك شفتي حاجات كتير جدا وخدتي مواقف عظيمه ومهمه كتير جدا وشاركتي في احداث مهمه جدا، ليه المشهد ده تحديدا خلاكي يعني تمتلئ أبكي. بالدموع؟ لأنه أنا كنت فترة كده بعد 30 يونيو استرديت كثير من ثقتي في بلدي وفي إمكانية النهوض بيها يعني، لكن وتطبيق شعار إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى اللي خلتني اخترت قياداتي وتوجهاتها. لكن أنا مش قادر أقول لك إيه السبب، بس السبب كان إن أنا أما شفت الإقبال ده والحشود السيدات والشباب، وكان في ولاد صغيرين كمان يعني، دي كانت حاجه برضو يعني، في تربيه تانية مختلفه عن زمان يعني. زمان كان لا، ما فيش غير اللي فوت فوق السبعين يعني هو اللي يقول رايه كده. فانا حسيت ان انا بشوف مشهد كنت بتمنى ان ربنا يخليني اشوفه قبل ما اقول لكم باي باي. لا لا دي طول العمر، لا مفيش باي بايات، احنا ما عندناش باي بايات. اتأثرت، مش عارفه اتأثرت ازاي والله. انت عارف انا يعني عناديه يعني وراسي ناشفه صعيديه بقى قوي. بس الحقيقه ان انا مش عارفه ليه اتأثرت. حتى امل سالتني، قلت لها مش عارفه، ما اعرفش ليه بكيت، لكن حسيت بقى انه بكى ايه؟ بكى الفرحه بالظبط، بكى انا حسيت بيك، الامل، انا حسيت بيك.